وزير الرياضة يصرف دعما إضافيا للهيئات الرياضية ويدعم الزمالك بمليون وسبعمائة ألف جنيها. الأهلي ينفي إقالة هادي خشبة ويؤكد استمراره في منصبه. الأهلي يقرر تعيين محمود علام مديرا تنفيذيا للنادي أول مايو بدلا من حسن مسعود. طاهر الشيخ رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب لمواجهة الدفاع الجديد في الكونفدرالية. عودة سيد معوض لميرانا الأهلي وغياب أحمد عادل عبد المنعم للإصابة. الجبلاية يفتح تحقيق في إرسال دعوات للأندية لحضور اجتماع المحلة. بلاتر يزور القاهرة سبتمبر المقبل لافتتاح مبنى الجبلاية. فاروق جعفر يطالب وزير الرياضة بدعم دوري القطاعات وتأهيل المدربين. محافظات مطروح والأقصر وبورسعيد والإسماعيلية تخاطب الجبلاية لبناء ملاعب بدعم من الفيفا. الزمالك يفاوض إمبي للإبقاء على مؤمن زكريا بعد انتهاء إعارته. الزمالك يتجه للاستغناء عن جعفر وعلي وعوض وسمير بنهاية الموسم. فاطمة عمر تحقق ذهبية بطولة العالم لمتحدي الإعاقة في رفع الأثقال بدبي. السنغافوري بيتر ليم يسعى لشراء نادي ميلان الإيطالي. إصابة المصارع الأمريكي الشهير أندرتيكر بارتجاج في المخ. مدرب موناكو يؤكد إمكانية مشاركة فالكاو في كأس العالم. انفصال جزيرة القرم يهدد مشاركة شختار الأوكراني في البطولات الأوروبية الموسم المقبل. سيرينا ويليامز تواصل تربعها على عرش تنس السيدات وشاربوفا تتقدم للمركز الثامن بدلا من الصربية يانكوفيتشا. نادال يتفوق على كاسياس ويحصل على لقب الرياضي الإسباني الأشهر عالمياً.